monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم فيديو جديدة. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد 3 ريسيب. الريسيب الاولى وهي بور دو كاكاويت، والثانيه املو، والثالثه بور دو بيستاش. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو. يلا نبداو. بون، باش نحضروا البينوت باتر او زبده الفول السوداني، غادي نحتاجوا لي كاكاويت. انا خديتهم بلا ملحه، ما خص تكون فيهم القشره. الا خديتوهم بالقشره غادي تحمروهم وتحيدوا القشره ديالهم، من بعد نوريكم الطريقه كيفاش. غادي نحطوهم في الطاسه، وغادي نحطوهم في لو فور على 180 درجه، وغادي نخليهم واحد 15 دقيقه حتى يتحمروا. وخليكم معايا. بون، من بعد ما تحمروا لي الكاكاويت ديالي غادي نخليهم حتى يبردوا شويه وندوزوا باش نطحنوهم. خليكم معايا. بون، من بعد ما دفاو لينا لي كاكاويت ديالنا غادي نبداو نطحنوهم. بون، في هاد لا ماشين انا عندي هادي ديال لي زيفيس او لا قهوه، الا عندكم ماشين اخرى تقدروا تستعملوها كذلك، المهم انها تكون كطحن مزيان. ملي غنبداو نحسو ان لا ماشين بدات كتعمل واحد الصوت كتولي صعيبه في الطحين، غير كملوا، حركوا شويه، كملوا كومسا باش يخرج هذاك الزيت ديالو. بون، كما شفتوا ها هي الزيت بدا كيطلق الزيت ديالو. غادي تكملوا الطحين، تكملوا الطحين ديالو. بون، كما شفتوا مازال انا بغيت يطلق الزيت ديالو، مازال غنكمل الطحين. هكا كنضيفوا عليه شويه الملحه، هي قليصه هكا. هاد الملحه كتساعدو باش كيبقى لينا مده طويله. غادي نكمل الطحين. بون، كما شفتوا انا وصلت النتيجه اللي بغيت، ولا عندي لي كاكاويت بحال هكا مطحوني. نحطوهم دابا في شي قريعه تاع الزاج بحال هكا، كتكون مغسوله نقيقيه. غادي نحتاجو اللوز طبيعه الحال، غادي نحتاجو زيت ارغان، انا ما عنديش زيت ارغان، نقدروا نعوضوه بزيت ديال الكاكاويت هي هادي. وغادي نحتاجو كذلك العسل، غنديرو حتى في الاخر. بون، اول حاجه غادي نحطو اللوز في لاطا ديالنا، كذلك لو فو غيكون سخون على 180. غادي نخليو اللوز ديالنا حتى كيتحمر واحد 15 دقيقه، غير يتحمر ونحيدوه. خليكم معايا. بون، من بعد ما خليناه يدفى شويه اللوز بعد ما تحمر غادي نبداو نطحنوه. خليكم معايا. بون، كما شفتوا انا بدلت لا ماشين لان الاخرى خدات لي الوقت بزاف، هذه شويه كبيره منها باش نختصر الوقت وصافي. ودابا ملي نطحن ليا شويه غادي ندير فيه زيت الكاكاويت. كما قلت لكم اللي عنده أرغان يعملو، انا ما عنديش، غندير زيت الكاكاويت. بعد ما كنطحنوا اللوز ديالنا مع الزيت كنضيفوا ليه العسل، نقدر اللي بغيتو تاع العسل تقدروا تعملوه، غير هو العسل ما تطحنوش به حتى كيتطحن، عاد كتعملوا له العسل وكتحركوا. واملو ديالنا هو هذا، هذا هو القوام اللي بغيت انا. الا بغيتو شويه جاري كتزيدوا فيه الزيت كما شفتوا، صافي كنحطوه في قريعه تاع الزاج وكنحتفظوا به وبالصحه والراحه. ودابا غادي نحضروا زبده ديال البيستاش. كما شفتوا هنا عندي البيستاش اللي ما فيهش الملحه ومنقي بحال هكذا، غادي نديرو كذلك في لو فور. غادي نخليه حتى يتحمر كذلك واحد 10 حتى 15 دقيقه. خليكم معايا. بون، من بعد لي بيستاش ديالنا تحمروا
وخليتهم حتى دفا، غنبدا نطحنهم. بديت كنطحن هاد لي بيستاش ديالنا، ملي كتحسو بيه بحال هكذا بدا تيوحل في لا ماشين بحال هكذا. باش غادي نساعدو باش يتطحن لينا مزيان، غادي نضيفو له شويه تاع الزيت، زيت العاديه غير شويه بحال هكذا، ونكملو الطحين ديالنا. كيما تطحن ولا بحال هاد الشكل هذا. بون هذه هي لا كريم ديال البيستاش ديالنا، هكا كيف كتجي. كنتمنى انكم تجربوها، بغيتو تعملوا فيها العسل ممكن لكم تضيفوا ماشي مشكل، وبصحة وراحة. بل هاد لي غوسيط هادو دائما كنحضرهم في الدار ديالي وتناكلهم بهاد الطريقه. بالنسبه للبنات اللي بغاو ينقصوا لو بوا كنقترح لهم ياكلوهم بهاد الطريقه، بالنسبه للبنات اللي بغاو يزيدوا في لو بوا كنقترح لهم ياكلوهم بلو بان. كنقترح كذلك على الدراري اولا البنات اللي كيعملوا سبور يعملوا حتى في لي جو ديالهم باش يقويو لو موسكل ديالهم. كنتمنى هاد لي غوسيط جربوهم وما تبخلوش عليا بلي لايك. كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا. خليت لكم الراحه، حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. ايكرو فيزو.